أنا لا أعتقد إلى أنه الدولة بعد 2003 هي دولة شيعية أو حكومة شيعية بالأحرى، وإنما هي حكومة عوائل وأحزاب شيعية عوائل وأحزاب شيعية، نعم. وليست حكومة مكون شيعي. وهناك أدلة ملموسة في هذا الجانب إلى أنه يعتبر المكون الشيعي الآن هو أكثر المكونات الأخرى انهياراً بالجانب الاقتصادي، بالجانب التعليمي. أنا عندي معلومات إلى أن عدد الأمية ونسبة الأمية في دول الجنوب وفي المناطق الشيعية هي حوالي 40%. طيب، عندي معلومات إلى أنه اليتم، هو احنا استاذ غالب لما نقول الدوله شيعيه ما نقصد انه المغانم او الانتفاع الشيعي، بس نقصد المسؤولين عليه. حضرتك سميهم عوائل، الاخرين يسمونهم احزاب، بقيه يسمونهم قاده. المهم جميع الانظار الان والمراصد تتجه الى البيت الشيعي وتنتظر منه النتيجه. هو هذا مغزى السؤال. يعني راح اقول لك شيء، انه هو اذا كان الموجودين في البيت الشيعي لم ينتظروا نتيجة من داخلهم، فكيف يمكن لهذا المكون أن ينتظر نتيجة من أناس هم غير متفقين على شيء؟ هم غير متفقين على برنامج، هم غير متفقين على رؤية. برنامجهم ورؤاهم عبارة عن شعارات وعبارة عن يافطات عريضة تشبه الشعارات واليافطات التي تكتب بالجرائد. وأنا أقولها أكثر من مرة إلى أنه القيادات الشيعية الموجودة هي ليست قيادات دولة بالمعنى الفقه السياسي الحقيقي. ولذلك أنت مثلا من المفارقات التي تجد كسياسي، يعني مثلا أنت عندما تقرأ ما يسمى بالبرامج التي تطرح من قبل هذه القوى الشيعية تكاد أن تكون متطابقة، حتى بالمفردات، حتى بالمصطلحات، حتى وتكاد أن تتكرر، إلا طيب. اللهم بعض الكلمات طيب. البسيطة التي لها طابع صحفي أكثر من أن يكون لها طابع فقه الدولة.